حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أخبار اليوم: الجيش يصل أولى مديريات البيضاء بعد تحرير محافظة شبوة بالكامل. القدس: صحيفة عربية تتحدث عن مدينة يمنية تحولت إلى سجن كبير لكل سكانها. العربي الجديد: اليمنيون يعودون إلى هواتفهم القديمة هرباً من التفتيش. الشرق الأوسط في أخبارنا المنوعة: دراسة علمية، الاكتئاب ينتقل من الآباء إلى الأبناء. أهلاً بكم. شتاء وسجن، هذا ليس فصلاً من عمل أدبي، بل واقعاً يعيشه المعتقلون في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء. ووفقاً لموقع يمن مونيتور، الحوثيون يمنعون دخول الملابس الشتوية للمختطفين في صنعاء. وقالت رابطة أمهات المختطفين في اليمن إن جماعة الحوثي تواصل حرمان المختطفين، خاصة الذين يقبعون في سجن الأمن السياسي، من الزيارة، ولم تسمح لذويهم بإدخال الطعام والماء والأدوية والملابس والإطمئنان على سلامتهم لأكثر من 5 أشهر. وأضافت رابطة أمهات المختطفين في بيان: على الرغم من أن هذه الأيام هي أشد أيام الشتاء القارس، فقد قام مشرفو السجن بتعذيب أبنائنا جسديا ونفسيا وتقييد العشرات منهم بالسلاسل، كما قاموا بسحم جميع الملابس عن أبنائنا وإجبارهم على ارتداء بدلة السجن التي لا تقيهم البرد، ومنع إدخال الطعام لهم وإجبارهم على الاكتفاء بما تقدمه لهم إدارة السجن من طعام غير صحي وغير كاف. وطالبت المنظمة المبعوثة الأممية للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الإيفاء بالتزاماتهم الإنسانية تجاه قضية المختطفين في سجون الحوثيين. شهد اليمن خلال عام 2017 أحداثاً بارزة غيرت كثيراً من ملامح البلد العربي المضطرب منذ أكثر من 3 سنوات، وربما تلقي بظلالها على حياة اليمنيين في 2018. ويضيف الموقع بوست في تقرير خاص: عاش اليمنيون عاماً عصيباً ربما هو الأسوأ، فتحت وطأة الحرب انهار القطاع الصحي وتفشت أوبئة وتوقف صرف رواتب موظفي الدولة، لتتفاقم المعاناة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وعن الحدث الأبرز في العام قال الموقع: يمثل مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح برصاص حليفه جماعة الحوثيين الحدث الأبرز في 2017، ويرى مراقبون أنه قد يغير خارطة الأزمة اليمنية للعام المقبل. واقتصاديا، أضاف التقرير الذي تم إعداده لوكالة الأناضول: تسببت الحرب في تدهور الأوضاع في أفقر بلد عربي، حيث بات 21 مليون يمني، حوالي 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفق الأمم المتحدة. كما تفيد الإحصاءات الأممية بأن نحو 15 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية، فضلا عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد نحو 3 ملايين آخرين. لهذا ستفقد الميليشيا البيضاء سريعا. تحت هذا العنوان كتب علي العقيلي مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس، مضيفا في أجزاء من المقال: نجحت قوات الجيش الوطني من استكمال تحرير ما تبقى من قرى ومناطق مديرية بيحان غرب محافظة شبوة والانتقال إلى محافظة البيضاء وتحرير مديرية النعمان أولى مديرياتها. خيار مواصلة المعركة ونقلها إلى محافظة البيضاء لم يترك للميليشيا الفرصة الكافية لاستعادة ترتيب صفوفها وإنشاء خطوط دفاعية لها عن محافظة البيضاء في الأودية والجبال والقرى التي بقيت تحت سيطرتها على مشارف مدينة بيحان العليا. وبالانتصار الذي حققه رجال الجيش والمقاومة، أثبت قدرتهم على استعادة محافظة شبوة عسكريا، كونه أظهر مدى قوتهم العسكرية وجدارتهم في القتال، كما كشف في المقابل مدى ضعف وهشاشة معسكر الميليشيا الانقلابية، ليكون ذلك عاملا من عوامل إمكانية استعادة محافظة البيضاء خلال فترة وجيزة. ميليشيا الحوثي في الوقت الراهن أصبحت تعاني كثيرا من الضعف الكبير في الجانب العسكري بعد أن استنزفتها كافة الجبهات
ويوجد لديها ما هو أهم من الجبهة الشرقية التي ترى بأنها الأبعد عنها والأقل خطرا على كيانها، ولا جدوى من خوض معارك فيها والدفاع عنها والاستماتة فيها بعد فقدان شبوة. ووجود ما هو أهم من البيضاء لدى الميليشيا سيكون عاملا آخر من عوامل قد تعجل باستعادة البيضاء. العديد من العناوين البارزة وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، أهمها: الجيش يصل أولى مديرية البيضاء بعد تحرير شبوة، وسقوط صاروخ باليستي في المرفد، ومن العاصمة المؤقتة: أمن عدن يعلن القبض على مسؤول التجنيد في تنظيم داعش. وسياسيا: مجلس الأمن يعرب عن قلقه من عدم تنفيذ قراراته ويؤكد التزامه بوحدة اليمن. وفي الضالع: أجهزة الأمن تواصل مطاردة نقاط التقطع وتصيب 3 وتعتقل آخرين. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي عنون في صفحته الرئيسية: بحرية التحالف العربي تسمح لثاني ناقلة وقود بالدخول إلى ميناء الحديدة. وقال الموقع إن بحرية التحالف العربي سمحت لثاني ناقلة وقود بالدخول إلى ميناء مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بعد يوم من دخول سفينة مماثلة لأول مرة منذ رفع الحظر أواخر نوفمبر الماضي. وقال مصدر ملاحي للمصدر أونلاين إن سفينة غادرت غاطس الميناء بعد أن سمحت لها بحرية التحالف متجهة إلى الرصيف لإفراغ شحنتها من الوقود التابع لأحد التجار. ووفق المصدر، فإن التحالف سمح خلال الفترة الماضية للسفن التي تحمل القمح بالدخول إلى الميناء، وسمح لسفينتين محملتين بالوقود بالدخول لتفريغ شحنتهما. وقال: سفن تحمل الحاويات والنفط والحديد والإسمنت والسيارات ما تزال بانتظار السماح لها بالوصول إلى الميناء. وفي الشأن المحلي أيضا، نطالع في موقع يمن فويس مقالا للكاتب فائد دحان بعنوان انتفاضة الضغينة، ومما جاء في المقال: هربت عائلة صالح ومرت مرور الكرام في مناطق اعتبرت أصحابها حتى فترة قصيرة بأنهم دواعش ويستحقون السحل. وصل لمناطق الشرعية من نتفق أو نختلف معهم، وهذا ليس كرما منا وإنما سجية توارثها اليمنيون عبر قرون. قلنا إن نقطة الخلاف التي كانت بيننا انتهت، ولكن مجرد الحديث عن ترتيب حزب المؤتمر شمالا وجنوبا تحت قيادة هادي لا يزال عند بعض هؤلاء إجراء كارثيا وغير مقبول. إن هذه الأحقاد لا تزال تسكن صدور قوم تجعلهم حتى اللحظة يرون في جماعة الحوثي أفضلية على بقية الأحزاب التي يربطها تحالف متين بمؤتمر الشرعية الذي يقوده هادي. الطريق التي أغلقت أمام أي هارب من مناطق سيطرة الحوثيين ظلت مغلقة فقط أمام العمال والمرضى وأصحاب المهن، وحتى اللحظة لا تزال العراقيل صامدة أمام هؤلاء بينما مذللة أمام الفارين من صنعاء. ما دامت الشائعات تؤدي دورا كبيرا في المجتمع العربي، فإن خبرا عن تفجيرات إرهابية في عدن يقف خلفها مواطنون من الشمال سيمثل إشعالا حقيقيا لفتيل حرب مناطقية تلاشت منذ فترة، والنتيجة تكون فشلا حقيقيا للتحالف. ميدانيا، يعلق الموقع التابع للجيش الوطني سبتمبر نت حول أهم المعارك في واحدة من أكبر الجبهات اشتعالا، وعنون الموقع: المعارك تتسع رقعتها في نهم والجيش يتقدم باتجاه أرحب. اتسعت رقعة المعارك الميدانية في عدة مواقع بمديرية نهم شرقية صنعاء. وقالت مصادر ميدانية لسبتمبر نت إن معارك عنيفة تدور بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في المناطق الفاصلة بين مديريتي نهم وأرحب وسط تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش. وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني تسيطر ناريا على مفرق قطبين وسط انهيارات كبيرة بصفوف الميليشيا الحوثية، بالتزامن مع تدمير مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية لطقمين قتاليين للميليشيا الحوثية. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية لسبتمبر نت أن الميليشيا الحوثية في مديرية نهم تتخذ من المواطنين دروعا بشرية. وأوضحت المصادر أن المواطنين يضطرون عقب ممارسات الميليشيا الحوثية إلى مغادرة المنازل والهروب بعيدا. بعد الفاصل سنتابع أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. We'll be right back.
حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. منذ احتلال ميليشيا الحوثي للمدن اليمنية عادت الكثير من الأشياء القديمة للظهور وتراجعت مظاهر الحياة العصرية بصورة كبيرة. ففي عنوان لصحيفة العرب الجديد: الحوثيون ينعشون سوق الهواتف القديمة في اليمن. وقالت الصحيفة: أنعش الحوثيون سوق الهواتف النقالة القديمة بعد تنفيذ حملات تفتيش عشوائية لموبايلات اليمنيين واستخدام أي محتوى كدليل إدانة ومبرر لتنفيذ اعتقالات، حيث تم الزج بعشرات الشبان في السجون بالعاصمة صنعاء وفي نقاط التفتيش الأمنية بين المحافظات. وأضاف التقرير الذي كتبه فاروق الكمالي: في شارع القصر بصنعاء الذي تحول إلى شارع للهواتف تزدحم محال بيع الهواتف النقالة بالعشرات يوميا، يقومون ببيع هواتفهم الذكية وشراء هواتف غبية. وأكد أصحاب المحال أن الإجراءات الأمنية التي ينفذها الحوثيون أعادت إحياء أجهزة الهواتف النقالة القديمة. وقال صاحب محل لبيع الهاتف النقال العربي الجديد: إن المحال أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب غير المسبوق على الهواتف القديمة، وكثير من المحال بدأت بطلب كميات كبيرة من دبي وأجهزة صينية من شنغهاي، والهواتف الغبية هي هواتف بدون كاميرا أو إنترنت، رخيصة وبسيطة التصميم وبدون تطبيقات ومصممة لهدف واحد هو إجراء واستقبال الاتصالات. تقدم الجيش اليمني نحو منطقة شتار التابعة لمديرية نعمان في البيضاء بعد سيطرته على مواقع هامة في صعدة. وقال قائد محور بيحان اللواء مفرح بوحيبح وفقا لصحيفة الحياة اللندنية: إن قوات الجيش خاضت اليوم معركة ضارية مع الميليشيات الانقلابية تكللت بتحرير كامل بيحان، مؤكدا أن الجيش بات على مشارف عقبة القنذع الفاصلة بين بيحان والبيضاء. فيما أكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى خلال المعارك. تضيف الصحيفة: يعد انتقال المواجهات ضد الحوثيين إلى البيضاء تقدما ميدانيا مهما وسط توقعات بأن تتم عملية تحريرها بالسهولة. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارتين استهدفتا منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة موقس في البيضاء والمحاذية لبيحان. أما صحيفة القدس العربي فقد ذهبت إلى الحديث عن هروب كبير ناتج عن سياسات ميليشيا الحوثي في صنعاء، وعنونت الصحيفة: ميليشيا الحوثي تجبر المعارضين من سكان صنعاء على الهروب الكبير. وقال التقرير إن الميليشيا الحوثية حولت العاصمة اليمنية صنعاء إلى سجن كبير محفوف بالرعب والبطش المميت، حيث يصبح من وقع في قبضتهم من معارضيهم في عداد الموتى لما يلحقه من أذى ومن تعذيب ومن استحالة خروجه من معتقلاتهم. يضيف التقرير: زادت حدة هذه الحملة الشرسة من قبل ميليشيا الحوثي في مطاردة معارضيهم في العاصمة صنعاء منذ اندلاع المواجهات المسلحة بين الميليشيا الحوثي وقوات الرئيس صالح السابق صالح مطلع ديسمبر الجاري. تتابع القدس: بعد رحيل صالح شنت جماعة الحوثي أعنف حملات قمع وملاحقات واعتقالات وإعدامات واقتحامات لمنازل أفراد عائلة صالح وأقربائه وقادات حزبه والقيادات العسكرية الموالية له. ويقول التقرير إن ما تعرض له أتباع صالح يفوق ما تعرض له قيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ أيلول سبتمبر 2014 عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وسيطرتهم عليها. وتصف الصحيفة صنعاء بأنها موحشة ومسكونة بالرعب، ودفعت بالكثير من سكانها إلى مغادرتها والرحيل عنها أو ما يمكن وصفه بالهروب الكبير من قمع الحوثيين الذي لا يرحم والذي لا تجد الإنسانية إلى قلوبهم سبيلا، على حد تعبير العديد ممن تمكنوا من الفرار من قمع الحوثيين.
وفي الشأن العربي والدولي، لكن على صلة بالموضوع اليمني، كتب عبد الرحمن الراشد مقالا في جريدة الشرق الأوسط بعنوان ميلي باند والحل المستحيل في اليمن. يقول الكاتب: قرأت مقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليمباند، سابقا وزير خارجية بريطانيا، الذي نشره في الواشنطن بوست، حول المعاناة الإنسانية في اليمن جراء النزاع القائم. أتفق معه أن الحروب في اليمن معظم ثمنها يدفعه المدنيون، وأختلف معه في تصوير الحوثي كجماعة يمكن التنازل لها من دون ثمن خطير مستقبلا سنندم جميعا عليه. المتمردون سعوا للسيطرة على المرافق الرئيسية بما فيها المطارات والمرافئ والطرق، وحولوا هذه المرافق إلى مصدر مالي لهم، والتقديرات تقول إن أكثر من 5 مليارات دولار تذهب للحوثيين يجنونها من الجباية على الحركة ومرور الأفراد والبضائع وإعادة بيعها وغيره. ميليمباند طرح 3 خطوات يعتبرها ضرورية: إنهاء حصار التحالف على الموانئ، ووقف إطلاق النار ولو من جانب واحد أي التحالف على اعتبار أن الحوثي سيرفض، وأخيرا الشروع في حل سلمي. وهذه 3 تعني بعبارة أخرى تسليم الحوثي الموانئ وتمكينهم من الأرض التي يسيطرون عليها، والنتيجة في الأخير إلى انتصارهم. النقطة الأهم التي أريد الحديث عنها أن العالم أمام مأساة في اليمن بسبب عجزه عن فهم طبيعة القتال. الحوثي ليس جماعة متمردة تريد هزيمة خصومها والسيطرة على الحكم كما هو الحال في النزاعات الأخرى، بل الحوثي مثل القاعدة تماما جماعة دينية متطرفة ومسلحة. ومثلما أن المجتمع الدولي اقتنع بأن مواجهة داعش هي الحل وطرده بالقوة من الموصل في العراق، فإن عليه أن يفهم أن الحوثي كذلك في اليمن. الحقيقة أنه لا يوجد حل سلمي مع جماعة الحوثي. ما هي الدول التي يهددها ترامب بورقة المساعدات وكم تتلقى؟ تحت هذا العنوان نشرت شبكة البي بي سي البريطانية تقريرها عن تهديدات من نوع جديد لترامب، وقالت: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن الدول التي صوتت ضد الموقف الأمريكي في جلسة الجمعية العامة الطارئة التي عقدت الخميس بشأن القدس. وقال ترامب: إنهم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات، بل حتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا. حسنا، نحن نراقب تلك الأصوات. وأضاف قائلا للصحفيين في البيت الأبيض: دعهم يصوتون ضدنا، سنوفر الكثير من الأموال، الأمر لا يعنينا. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الرئيس الأمريكي كلفها بتقييد أسماء الدول التي صوتت على قرار ينتقد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل أثناء تصويت الجمعية العامة. وصوت ضد الموقف الأمريكي الكثير من الدول، من بينها السويد وسويسرا وسوريا وطاجكستان وتايلاند وتونس وتركيا والإمارات وبريطانيا وتنزانيا وفنزويلا وفيتنام وزيمبابوي واليمن. الاكتئاب ينتقل من الآباء إلى الأبناء، هكذا تقول دراسة علمية نشرت صحيفة الشرق الأوسط أبرز نتائجها. وقالت الدراسة التي أجريت على أكثر من 2 مليون شخص في السويد إن الباحثين توصلوا إلى أن العوامل الوراثية والبيئة الأسرية تلعبان الدور نفسه في مخاطر انتقال المرض من الوالدين إلى الأبناء. وكتب الباحثون في دورية جامعة للطب النفسي أن النتائج التي اعتمدت على المقارنة بين أبناء بالتبني وآخرين بيولوجيين من أسر سليمة وأخرى محطمة تتعارض مع نتائج سابقة كثيرة لدراسات ثنائية خلصت إلى أن الاستعداد الجيني يلعب الدور الأكبر في توارث الاكتئاب. وقالت جوان لوبي الأستاذة في كلية الطب بجامعة واشنطن: إذا كان لديك استعداد وراثي للإصابة بالاكتئاب، فربما يتعين عليك تعزيز عوامل ما في بيئة تربية الأطفال لحمايتهم من انتقال الاكتئاب. تضيف: أرى شخصيا أن للأمر علاقة بمساعدة الأطفال على النمو عاطفيا، يجب أن يتعلموا اختبار ومعالجة وتنظيم مشاعرهم بدلا من دفنها في الرمال. عالم يعيش اضطرابات ويشهد حرائق، بينما عوالم أخرى تغني وتحتفل باستقبال عام جديد. هذه هي الحياة بتناقضاتها، كما تظهر عدسات مصوري الجارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.